ملازم أول فهد المطيري من الشرطة الدولية في شعبة اتصال الكويت. طبعا قسم الشرطة الدولية مختص في التواصل مع الدول الأجنبية عن طريق منظومة I-24/7. طبعا من خلال المنظومة نقدر نتواصل مع الدول الأجنبية في حال كان في أحد مطلوب متهمين مطلوبين دوليا، أو في كذلك نقوم في إصدار نشرات الانتربول في جميع أنواعها. أيضا قسم الشرطة الدولية مختص في الدورات اللي تنظم في خارج دولة الكويت، تنسيق مع الضباط المرشحين لتزويد الأمانة في أساميهم.